حياك الله يا دكتورة عاشة، وصبحك الله بالخير. صبحكم الله بالنور والسرور اختي فاطمة، يا مرحبا الساعة يا فيك. مرحبا، الله يسلمك، جزاك الله خير. واليوم سؤالنا لك، ليش الإصرار على التشجيع لأخذ التطعيم ضد كوفيد 19؟ نعم اختي فاطمة، نحن مستمرين في تشجيع وتحفيز كل شخص مؤهل حسب التقييم الطبي لتلقي اللقاح، لأن كوفيد 19 يمكن أن يكون له مضاعفات خطيرة تهدد الحياة، نعم، وللأسف لا توجد طريقة لمعرفة كيف يأثر الفيروس على الجسم، على أي جسم. ليش؟ لأن هناك للأسف عندنا أدلة أن حتى الأجهزة المناعية القوية ممكن تتأثر به، لأن فيروس جديد قاعد يتحور، فممكن حتى الأجهزة المناعية القوية ما تقدر تصمد عند مضاعفاته الخطيرة. هذا الجانب اللي يخص الشخص نفسه. أما الجانب الآخر، إذا مرض الشخص ممكن ينقله إلى الأصدقاء والعائلة والآخرين اللي حوله، واستمرار انتقال الفيروس يسمح له بتطوير الطفرات والتحورات يمكن اللي تسمعون عنها، اللي لحد الآن العلم ما يقدر يتكهن بمدى خطورتها. يعني ممكن يطلع لك شيء جديد أنت ما تقدر حتى تحاربه. صحيح. فاليوم التطعيم راح يقلل هذا الشيء. طبعا نكرر أن كيف يساعد التطعيم في حمايتنا هو خلق استجابة مناعية دون الاضطرار للشعور بالمرض. في ناس يقول لك خلني اتعرض للمرض وراح تجيني مناعه طبيعيه. للاسف حتى لو جتك المناعه الطبيعيه راح تكون جدا مؤقته، وبعدين راح ترجع لنفس حالك الاوليه، نعم، وبالعكس راح تشعر بالمرض وممكن يتطور لمضاعفات يمكن حتى ما يقدرون يسيطرون عليها، وخاصه كبار السن واللي عندهم امراض مزمنه. نحن ليش نشتغل عليهم بالتحديد؟ لان المضاعفات تكون خطيره جدا على اجهزتهم المناعيه، فاحنا ما نبي نعرضهم لمعاناه لا سمح الله، فنقول أن التطعيم هو الخيار الأفضل لهم. نعم صحيح. وطبعا أن ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي صحيح أنه يقلل فرصة التعرض للفيروس أو نقل الآخرين، لكنها ليست كافية. اللقاحات هي اللي تعمل على تطوير الجهاز المناعي وتخلي الجسم جاهز لمحاربة الفيروس. نعم، جزاك الله فنحن خير. اليوم الله يسلمك ملتزمين بحمايتكم والمحافظة على سلامتكم، والهناك أدلة قوية أن اللقاحات المعتمدة حاليا متوفرة آمنة وفعالة، وإحنا في حملة نصلكم أينما كنتم مستمرين في تسهيل عملية وصول التطعيم لكم. فنقولكم اطمنوا واتصلوا على 850 إذا كنتوا أكبر عن 55 سنة أو عندكم حد من هذه الفئة، إن شاء الله اتصلوا وفالكم طيب. فالكم ما يخيب، جزاكم الله خير. وفي نقطة الدكتورة ذكرتيها، يعني هي موضوع ان في ناس فعلا عندها هذا الاعتقاد ان انا خلوني، يعني ان عادي يصيبني الفيروس على اساس انه تقوى مناعتي اكثر. فهذه نقطة، في ناس عندها هذه النظرية، يعني ان انصاب بالفيروس عشان، فالتطعيم افضل من انك انت تنصاب بالفيروس، صحيح؟ الكثير الكثير اختي فاطمة قالوا لنا هالشيء، انتوا ليش مصرين على التطعيم؟ احنا خلونا ناخذ مناعة طبيعية، وهي فعلا في الفيروس يسبب مناعة طبيعية ولكنها جدا مؤقتة، بس ما نقدر نتكهن انها راح تسبب لك بس مناعة من غير ما تسبب لك مضاعفات لا سمح صحيح الله خطيرة. صحيح، الله يشافي الجميع، وشكرا على جهودكم الجبارة في هذا الموضوع دكتورة عاشة. حاضرين نلتقي واجبنا، إن شاء هذا الله اقل باكر. شيء نقدمه لبلدنا الغالي. جزاكم الله خير، والله يجعل إن شاء الله في ميزان حسناتكم، ونلتقي بعد باكر إن شاء الله في نصيحة جديدة بإذن الله على بإذن خير. الله.